أستاذ حسن، طيب كنا حابين نعرف من حضرتك إزاي مهرجان القاهرة يعني ما يدعوش نجم كبير زيك وفنان يعني عنده رصيد فني يغطي نجوم عالميين، يعني إيه السبب في كده؟ والله مهرجان القاهرة بالذات واخد مني موقف من وقت ما عملت شيخ شعراوي، وبعدين عملت بعدين مصطفى الشيخ المراغي، وعملت حاجات إسلامية كتير كده. قبل كده كانوا بيدعوني لما كان موجود أحمد صالح الله يرحمه، الناقد الكبير، كان رئيس تحرير أخبار النجوم في أخبار اليوم. ايوه عارف. كانوا بيدعوني وكنت بعتذر الحقيقة يعني، لكن من أول ما جيش ما عملت الشيخ الشعراوي وعملت المراغي وعملت عبد الحليم محمود وعملت الإسلاميات بطلوا حتى يدعوني خالص. وده شرف لي طبعا، لأنه يعني هو مهرجان مولود ميت. ايوه مهرجان الحقيقة مولود ميت يعني، ايوه مهرجان مش حد. تعبان قوي يعني، ما تقارنه بأي مهرجان زي مهرجان دبي ولا مهرجان أبو ظبي ولا حتى مهرجان اسكندرية. يعني مهرجاناتنا بتاعتنا مولودة ميتة يعني، ما لهاش حس يعني، وما لهاش مجهود وما لهاش احترام في العالم كله يعني. هم واخدين الإعلان كده الاسم كده وخلاص، مهرجان القاهرة الدولي، مهرجان مش عارف ايه، لكن ما لهمش اي لازمة يعني. طيب لكن عموما الخط الواضح اللي قلت لك عليه ده، ان طب من وقت ما عملت الاسلاميات بطلوا يوجهوا لي الدعوة. ابن حضرتك كان كاتب من شوية على الفيس ان المهرجان ده اصلا ذات نفسه بتاع شوية رقصات على ناس بيفطروا وعلى ناس انفلونسر كاتب ايه؟ والكلام ده. كاتب ايه؟ عمر كتب قال ازاي نجم زي حسن يوسف محدش يدعيه في مهرجان القاهرة السينمائي، قال المهرجان عبارة عن رقصات وانفلونسر وناس بتروح تفطر. ايه تعليقك؟ والله هو وجهة نظره، هو راجل صاحب رأي خاص بيه يعني، فدي وجهة نظره ممكن يؤيده فيها الكثيرون يعني. هل حضرتك ان شايف ان فعلا يعني ان هو مهرجان رقصات وما شابه ذلك؟ لا لا، انا ما احبش اطعن في حد، لكن هو انا اللي يهمني ان انا عرفته يعني او لاحظته، ان من وقت ما قدمت مسلسلات اسلاميه بطلوا حتى يوجهوا لي الدعوه. قبل كده كانوا بيوجهوا لي الدعوه، وكنت بكلم احمد صالح كان صديقي، وكان هو سيناريست، اقول ايه، سيناريست الملاكي بتاعي يعني، فكنت اكلمه اعتذر له وحاجات كده، فكان هو يتفاهم الموقف يعني.